يعطيك العافية. اليوم رح نتعلم كيف نقدر نحسب الكوزنز بس باستعمال المنتل، ما رح نستعمل الأباكس. ففعليا احنا كنا المرة الماضية طول الوقت عم نتدرب بكتاب الأباكس باستعمال الأباكاس، تمام؟ هلا اليوم ما رح نستعمل لا الأباكس ولا الأباكاس، منشان هيك بدي اياكم تركزوا كتير منيح معاي، تصحصحوا كتير كتير منيح، لأنه اليوم لازم نستعمل طريقة المنتل. طب اليوم لو بدنا نفتح كتاب المنتل على اليونت 3، يونت 3 هي احنا عندنا صفحة رقم 15. طبعا زي ما بنتعودنا وزي ما بنعرف بتبلش تكتب لي الديت والتايم تبع اليوم اللي عم تحضر فيه الفيديو. السطر الاول ما بتحتاج اصلا للعداد، يعني بتقدر تحسبه لحالك. خلينا نشوف السطر الثاني ونشوف كيف نقدر نحل عليه. رح ابلش اعطيك الارقام، انت انا بدي اياك تكون عامل الجن وإشارة الربط. مثلا لو أنا أبلش أعطيك هاي الأرقام، لو أنا بحكي لكم 9 فأنا مفروض أتخيل اللي حيكون بخيالي زي ما احنا متعودين المرة الماضية أو متعودين باليونت القديمة، نتخيل إنه موجود العداد براسنا ونبلش نحسب عليه. أنا حكيت 9 فبكتب 9، تمام؟ بعدين minus 5، طيرت minus 5 ضل عندي 4، أوكي. بعدين بلس 4، انا قادرة ازيد 4؟ لا مو قادرة ازيد 4، تمام؟ فبناء عليه بروح بلجأ لموضوع الجود فريند، الفور كيف بقدر ازيدها؟ بنزل الخمسة وانزل معاها كمان رقم، فبصير معي الجواب 8، انه 4 انا نزلت 5 نزلت صديق الفور، تمام؟ اللي هو الواحد، فصار الجواب معي 8. بعد ما صار معي الجواب 8 حكولي بلس 9، فأنا فعليا صار عندي خانة الأحاد معبية بالفور. كيف بدي أزيد 9؟ بروح بسأل 9 مين ابن عمك؟ بتقولي الواحد، فبروح بزيد واحد وبنفس الوقت بنزل ابن عمها اللي هي، بزيد 10 وبنزل الواحد بطلع معي الجواب 17. المسألة بعرف مش كتير استوعبتوها، خليني أفرجيكم إياها على العداد شو اللي كان يكون براسي. هذا العداد أنا ما بصير أستعمله، بس هلأ رح أستعمله بس للتوضيح. عيد المسألة من أول وجديد، أفرجيكم شو اللي كان يكون براسي، كيف طلع الجواب 17، أوكي؟ هلأ أنا حكيت 9، حطيت براسي 9، بعدين minus 5، طيرت 5، بعدين حكيت لي 4 على طريق الجود فريند، نزلت 4، فصار معي الجواب 8، بعدين رجع حكولي plus 9 plus 9، أنا مو قادرة أزيد 9، بروح ألجأ لموضوع الكوزنز، فالتسعة بعلي 1 وبنفس الوقت بنزل بوعلي 10 عفوا وبنزل 1 فصار الجواب 17. المسألة اللي لازم تاخذ ايديكم عليها بسرعة، ليه؟ لأنه احنا فعليا ختمنا الأباكس كامل، كتاب الأباكس عن طريق الكوزنز، فمفروض ايديكم تكون كتير منيح تدربت على العداد عشان لما ننتقل لهاي المرحلة. عبارة عن مرحلة تمارين، يعني احنا كل اللي بنعمله بس عبارة عن مرحلة تمارين. خليني افرجيكم المسألة الثانية كيف بقدر احلها، تمام؟ اوكي، المسألة الثانية 8231، شوف كيف راح احلها، راح اتخيل ان انا معاي العداد. طيب 8 2 2، انا راح استعمل الكوزنز، فبعلي العشرة وبنزل الثمانية فصار معاي الجواب 10، بعدين 3 بعدين 1 the answer 14، تمام؟ انت لازم تتخيل الموضوع. نفس الشيء ننتقل على المسألة اللي بعدها. هلا في معلومة، إذا أنتم مش قادرين تتخيلوا لأنه شوي الموضوع شوي صعب، استعملوا الأباكس. أنا لغير أسمح لكم تستعملوا بأول صفحتين الأباكس، لأنه شوي الموضوع بده تمرين كتير. أول صفحتين بسمح لك تستعمل الأباكس، بناء عليه استعملوا لي الأباكس اللي مش قادر يتخيل، واللي قادر يتخيل يتخيل، وخلينا نعطي الإجابات لهاي الصفحات 14 11 18 13 16 20 16 8. السطر التحتاني نفس الاشي 14 14 6 20 9 13 12. هلا هون هي مش كتير مبين انه جواب 12، بس هي فعليا جواب 12، اوكي. 18 هلا هون كمان لازم انا اوضحها، انه هاد لازم يكون واضح ان الجواب 12. خليني اكتب لكم انا من الحبر هون جواب 12 18 15 11، تمام؟ تمام. هلا لو
هلا لو بدي انتقل على الصفحة الثانية، كلياتها عبارة عن تمارين زي ما اتفقنا، كل ما بتتمرن اكتر كل ما بتكون انت متقن الموضوع اكتر. تمام. الصفحة اللي بعدها الديت والتايم ينكتبوا، والسطر الاولاني لازم يكون واضح عندكم. لو بدي ابلش احل بهاي المسائل نفس الاشي، تعمل جن، تعمل ربط، تتخيل الاباكس قدامك، مو قادر تتخيله فعليا جيبه قدامك. مثلا بدي احلكم اول مسألة، افرجيكم كيف انا رح اقدر اتخيل على السريع واعطيكم الاجابة. 1 طلع لي كيف عامل بايدي، steady ready go. 1 4 اللي عملت good friend، وهذا الحكي حكيناه ب unit 2. تمام. بعدين minus 3 فعليت صار معي 2. بعدين 8 انا مش قادر ازيد من هون 8، فبعلي 1 ومنزل 2 صار معي الجواب 10. هلا هون انا شغالة خلت العشرات عندي 10. بعدين minus 4 من التين كيف بقدر انقص 4، بحكي الفور مين الكوزنز تبعها 6 ابن عمها 6، بروح شو بعمل بعلي 6 وبنزل التين فبصير معي الجواب 6. هاي جواب 6 بدي اشرح لك اياه انا كيف عملته، كيف تخيلت بسرعة. هاي الشغلة بس بتصير عن طريق الممارسة، ما بتصير اذا انت ما مارست الموضوع ابدا. حكينا 1 بعدين حكت لي 4 هيك. تمام. هذا جود فريند من يونت الماضية. بعدين minus 3 بدي اطرح من الهاي 3 كمان جود فريند، يعني هي فعليا هيك 5. بعدين حكينا 3 وهاي علي هيك 2. بعدين 8 ال 8 ما بقدر هون ازيد 8، فبالربط بالربط بعلي هيك هيك. بعدين حكينا minus 4 اللي هي رح نعمل الكوزنز، هيك صارت معي 4 اللي عطاني 6. لو بتلاحظوا قديش انا كم مره حركت الخريطه again، لو انا افرجيك اياها مره تانية 1 سوري حكت لي 1 4 3 8 minus 4. شفت كيف حركتها انا بسرعه؟ تمام. اوكي فبطلع الجواب 6. اللي جنبها نفس الاشي بس بدها كتير تركيز عشان تكون انت قادر تستوعب عليه الجنبها شو رح اعمل. 8 7 minus 3 طلعي كيف احلها 8. بكتب 8 7. انا قادر ازيد هون 7، ما بقدر ازيد 7، فمين ابن عم ال 7 اللي هي 3. اوكي بعدين minus 3 بعدين minus 4 من هاي نفسها بدي اطرح 4، فبروح اسال الفور مين ابن عمها اللي هو الستة، ففعليا هذا اللي بيصير. بعدين حكالي 3 بدي ارجع ازيد 3، بحكي 3 مين ابن عمها اللي هو السبعة، فانا فعليا لازم ازيد اطلع على العشرة، وبدي ازيد اطلع سبعة العشرة وبدي انقص السبعة، الجواب طلع معي 11. هاي حل المسألة الثانية. بعدين 4 14 3 4 19 4 14 15. الموضوع موضوع تدريب، اتدرب عليه. ولو تلاحظوا معي انه هون كل مالهم المسائل عم بيصيروا اقصر، يعني عم بيصيروا اقل. هلا ماشي بيكونوا اطول بس بيصيروا اقل. حتى المسألة الثانية الصفحة الثانية بتبلش فيها كالتالي، بتصير تتخيل، لازم تتدرب على الجن وعلى الربط. كل ما بتتدرب أكتر كل ما بيكون الموضوع أبسط. لو نشوف هاي المسألة 6 5 5 7 2 مع بعض، حرك إيدك معي. أنا بلشت قلتلك 6 حطت 6 صح، بعدين قلتلك 5 قادر تزيد 5 مو قادر تزيد 5، مين ابن عم ال 5 5، بعلي 10 بطرح وبطير من هون 5، صار قديش معي الجواب 10، ومعاي هون 1 فصار معاي الجواب 11. بعدين ارجع زيد كمان 5 صار معاي الجواب 16. بعدين 7 يعني انا لهون هيك صار الجواب عشان الكل يستوعب، حتى الصغار معاي يستوعبوا. صار معاي هيك لهون وصلنا انه هيك معاي الجواب 16. بعدين 7 انا قادرة هون ازيد 7 مو قادرة، بحكي مين ابن عم السبعة اللي هو الثلاثة،
علي واحد وبنقص من هون، انا هيك عليت واحد ولازم انقص من هون ثلاثة. هون رح اضطر الجأ لموضوع الجود فريند، كيف بدي اطرح ثلاثة اللي انا هون بدي ازيد اثنين وبنفس الوقت بعلي الخمسة. بعدين حكت لي كمان ازيد كمان اثنين، كيف بقدر ازيد اثنين؟ مين ابن عم التنين؟ ابن عم التنين هي، بنزل الثلاثة بنزل خمسة، فصار معي جواب 25 25. تمام، بدها ممارسة. اللي جنبها حلوها بيعطوك جواب 15، بعدين 21، بعدين 9 10 3 30 10 4 سوري 3، بعدين 4. اوكي، في شغلة بس بدي اوضحها قبل ما اعطيك هوم وورك عشان تقدر تكون كثير ما فاهم الموضوع. نفس الاشي من المارس على هاي الصفحة، بتكتب الديت والتايم بتبلش تمارس بهاي الصفحة. بس لو لاحظت انه كل شوي الارقام بتزيد، يعني هون عندك 6 ارقام بدك تتعامل مع 6 ارقام، بتهيئ هون الاجابات، حاول حلهم لحالك، بعدين خد الاجابات من هاي الصفحة. هاي الاجابات موجودة عندك، وقف، تقدر توقف الفيديو وتشوف كيف احنا هون حلينا. بس هون بدها نفس الارقام اللي غاد، بس بيزيدوا لك عليها رقم. انت هيك لو تنتبه بتلاحظ انه بيكونوا اغلبهم المسائل زي بعض، بس زايدين لك رقم رقمين عشان تبلش تستوعب انه الموضوع عم يكبر. تمام، فانا بفضل ان هون انت تحلوه لحالكم، تعتمدوا على حالكم هذا الموضوع عشان تكسب ثقة اكتر بالحل، ولانه هاي الاجابات موجودة. في اشي اخير، نفس الفكرة كمان المشروع غاد، اصلا مشروعها هون، لانه قلت لك طول ما هو ما في عنوان يعني ما في افكار جديدة، كلياتهم نفس الافكار. في اشي كتير مهم انا لازم اوضح لك اياه. هلا انا فعليا بدي اياكم طيب كمان نفس الاشي عندك بهاي الصفحة. هلا في بس معلومة صغيرة بدي اياكم تحلولي، طبعا هي هون تقدر توقف وتاخذ الاجابات النموذجية لهاي الصفحة. عليكم واجب صفحة 21 و 22 و 23 واجب. لو تلاحظ صفحة 23 شوي المسائل كبيرة طويلة، بس بدك تحلها خطوة بخطوة. حلوها كتير منيح وفرجوني الإجابات على الخاص. باقي الصفحات شوي حتكون عليكم طويلة، فأنا رح أعطيكم الإجابات قريبا عنها، بس هيك إنه بنكون عم بساعدكم كيف تقدروا تستوعبوا المسائل أكثر. ويعطيكم ألف عافية.